جمعة مباركة متابعي الأوفياء، كانت واجدوا في شارع ابن الهيثم والتقاطع ديال شارع القاعدة الجوية. الأشغال ما زالت مستمرة وانا في هذه النقطة، واحد مجموعة ديال المستجدات اللي غتشوفوها معنا اليوم. متابعي الأوفياء كما كتشوفوا عندنا ليكيب جي تي ار صافي راه غادية في الفينيسيون ديالها، ليكيب ديال لا ماليف هي حتى هي راه كدوز في الكابلاج ديالها، وكاين عندنا واحد المجموعة ديال الفروق وواحد المجموعة ديال الشركات كلها بدات في عملية ديال تشطاب. العملية ديال تشطاب انطلقت هذا الأسبوع، إذن بداية ديال الأسبوع يوم الاثنين، حيت كنجي الاثنين والاثنين كنجي هنا خوتي الاثنين الاثنين والجمعة، اليوم الجمعة وجمعة مباركة. قادوس هو دخل، شو هاد القادوس الفيولي ديال مياه المعالجة ديال السقي، لأن غيكونوا هنا غيكون جارديناج، غيكونوا حدائق أخوتي، وتكون عملية ديال التشجير. هذا أنه كاين تما كاينة هنا هي ليكيب ديال المليف. مرحبا مرحبا، كاين معنا ليكيب ديال المليف، وكاين معنا كاع رديتو البال، كاع دوك البلايص اللي كانت حفرو المحسوبين على ريضال صافي راه كلشي تسد. الا رديتو البال هنايا في الرباط سلا والنواحي وجميع المناطق اخرى ديال الولايه، اي اي واحد اي شركه حفرات الا وكتسد. ها انتوما خوش شو كاع دوك الترونشيات اللي كانوا كل شيء زيد 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 لا زيد لا زيد لا زيد لا زيد. عجب السيده مقاطعه يا وليدي، شوف السيد باغي يضوب المجلي العفو. هاد الشارع شي هاد الشارع الا ما داروش فيه الرادارات بالنسبه ديال الحوادث ما غاتطلق الطريق، اما كاينه 120 هنا مسرحه ميو الراه اللي غيخدم لكم هنا في هذا القنش، وغير كونوا هاني وليدات المدرسه ردوا البال مع وليدات المدرسه وردوا مع البال مع الشانطي. هنايا جي تي ار صافي العمليه ديال التشطاب صافي راه شطبات، شو والشارع هو ولا نقدر ندوز انا هنايا ما كنتيش تقدر تدوز من هنايا نهار الاثنين، رجعوا الفيديو وتشوفوا ما كنتيش تقدر تدوز من هنايا صافي البلاصه راه تشطبات ومن اللي تشطبات. قصدير اللي كان هنا وهنا 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 صافي راه كلشي حيدوه طرفوه من الشارع من وسط الشارع حيدوه، والشارع هو ولا عاطي العين. شوف تبارك الله ما شاء الله، شي الشيفور كيفاش داير طق خرج راسو هو الاول كيطل ورد البال. هنا جيت لا فيراي فحص تقني راه بدا في العمليه ديال الفصل، جاو وما يشدو الريدارام شدو وما يتقبو وري داروا الحيط وركبوا البيبان سكوا الامورات ديالهم ياك وما يشدوا شي اش داروا دفعوا اللي وبناو وهما جايين كيريبوا. شوف خدموا هنا في الترياب خدموا الهيلتي صافي وداروا التقابي تقبه حدا تقبه تقبه حدا تقبه هما غاديين ياك، ومن بعد صافي غيخدموا تما كاينه المناشر والمسائل ديالهم ويقضوا الامورات ديالهم الله يسر لهم الامور. فحص تقني هو كاين هنايا عقلوا عليه خوتي اللي بغى الفحص التقني
ديريكتومون هنايا. هنايا الحيط ديال القاعده الجويه راه خدامين فيه من الداخل، سمعتوني؟ راه كاع الحيوطه كلهم خدامين فيهم من الداخل، الداخل باش ملي تبدا العمليه ديال الهدم تتم عمليه الهدم في ظروف جد ملائمه. هنا العمليه ديال الشطابه وما راك شفتهم صافي، كاع داكشي اللي كان محسوب على رياضه الله راه شطباتو قداش هو وشو، ولكن راه الحراقي يا خويا كاين زند عليهم شي تليفون هذا 100%. سيمانه وحده صافي ردوا الشارع كيشعل، عايدوا داكشي ديك حيدو الشارع، عايدوا ديك التونه نبقاو الدنيا اللي بقى بقى هاد الشقه هي اللي بقى شو هي دي عندها نهار ديالها دخل لها جي تي ار. السلام عليكم، هما خدامين هنايا جي تي ار شو شي دابا او ما حيدو هذيك التخرميزه اللي كانت صافي صافي اليك حيدات هذيك صافي. انتم شتو دابا الترخي ولا كيمشي عادي الطوبيس، مابقاش كيدخل الطوبيس اللي مابقاش كيوقفو مابقاش كيوقع هنا لومبوتياج، رديتو البال صافي الطوبيس ولا يمشي ليبر. اما راه كان الطوبيس بحال دابا الطوبيس ما كانش طويل يتلاقى بحال دابا داك الطوبيس اللي داز من دابا مع الطوبيس الاخر ميدوش، حيت كانوا حابسين من هنايا وكانت المسافه تا هي اليك راه ريكلاش شو هاد البصل اللي كان فيه هاد المشكل راه ما بقاش. انتوما بقيتو تقولوا لي هضر على هاد القول انا هضرت لكم عليه. زيد 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 انت زيد اصاحبي عيدنا اخواني اخواتي متابعي الاوفياء الله يستر امركم. ملاحظات ديالكم اللي كتكتبوا في لي كومونتير راه كتخاد بعين الاعتبار، واي حاجه اللي كتكون مكتوبه راه كاينين الناس متبعين في قناه انا جيت ومتبعين جميع لي كومونتير وكياخذوها بعين الاعتبار. هنايا الحراقيه نايضه، هاد القنيت عاطين فيه الدق من المزيان من المزيان. بحال دابا هنايا الوسط، هاد الوسط مثلا ما غيديروش فيه الجيبيبي عمروها بالتوفنه ولا رمله ولا شي حاجه، فهمتوني؟ باش ما يبقاوش مبرزطين لينا مخر. خيوس حفرة شقة 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 هو تي بي سي، عقلوا عليه نقول لكم الشقة هي تي بي سي، شقة 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 كلشي غيتريك. دخل 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 تدخل أزا سوق وطرد البال، فهمتيني؟ شو هاد الضياج، هاد الضياج اخوتي راه صاب بالشتا، لا يدخل شي واحد يقول لك ها هو الضياج بداو يتجمعوا، الضياج راه صاب بالشتا الباع، الليل كامل وهي تخبط، أيما، والميال راه مازال ما كاين، شو؟ داكشي علاش كنقول لكم ودي راه غادي تصب الشتا، راه هاد العام راه غاتجي الشتا بكريه، وغاتجي ما منظماش، غاتضرب الرعد، الدف، الدرف ما تشاورش معاكم. يكون بحال كل حال شمش كل حال بحالكم شمش وزواون في العشيه في الليل ضرب الرعده راخ هاكو يا ها ما تعرفوش تتعاملوا معاه اريضه لهنايا غير كتشد انتوما شو صافي الوالدين كانوا غيتريدز كاين التريديز بقى تي بي سي دايره مشكل كيزعموش حيت فيها المضى عند هادوك الشنات في الماضين يخافوا على الفنوات ديالهم بحال هاد البلاصه يدوزو منها ماشي مشكل فيها تشوفنا هاد البلاصه هي فيها تشوفنا هاد البلاصه اللي ما يدوزوش منها فيها دوك البراقع
هادو سوا دخل البصايره تريقلات. اذا اخواني اخوتي موعدنا يوم الاثنين، خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك، وانا مشيت.